السلام عليكم وياكم الصدران علي. هذا السيروم اللي عندي من شركة لوريال، أكثر الأشخاص يدورون على هذا السيروم. كمل الفيديو حتى تستفاد من الفوائد العديدة الموجودة بهذا السيروم. يحتوي على أعلى تركيز من حمض الهايلورونيك أسد وأيضا نسبة من الفيلر. الحجم مالته 16 مل من شركة لوريال، شركة فرنسية. هذا السيروم رح يعطي أربع خصائص مهمة للبشرة. أول شيء التجاعيد، الشغلة الثانية ترطيب البشرة، الشغلة الثالثة الخطوط الضاحكة، وأيضا ينطي امتلاء ونضارة للبشرة. حسب التعليمات المذكورة من قبل الشركة أنه خلال أربع ساعات من الاستخدام راح تلاحظ أنه البشرة مشدودة بنسبة 10%، وأيضا راح تلاحظ أنه امتلاء موجود بالبشرة ونضارة بنسبة 26%، وأيضا راح تلاحظ فوائد أخرى بنسبة 10%. زين، الاستخدام الاستمرارية مال الاستخدام خلال أربع أسابيع من الاستخدام مالته راح تلاحظ أن التجاعيد الموجودة تحت العين راح تقل بنسبة 20% حسب ما مذكور من قبل الشركة والفوائد الرئيسية مال هذا السيروم. وأيضا راح تقل التجاعيد الموجودة بمنطقة الجباه بنسبة 11%، وأيضا التجاعيد أو الخطوط الضاحكة الموجودة بمنطقة الشفتين بنسبة 14%. هذا السيروم تقدر تستخدمه يوميا مرة واحدة ليلا مثل استخدامك للسيرومات العادية، وراح تحصل على النتائج الفعالة اللي أكثر الأشخاص يحتاجوها مع الاستمرارية. طبعا تحياتي لكم.